حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. هذا الحديث طعن في إسناده البعض، وقد استفاض ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود بكلام نفيس جميل حول الرد على من طعن فيه، وسأقتصر لأن المقصود هو إيصال العلم للخاصة والعامة على حد سواء لكي يتبين لهم صحة هذا الحديث. سأذكر ما ذكر في إسناد هذا الحديث مما يتعلق برجاله المعنيين بهذا الحكم. هذا الحديث رواه سعد ابن سعيد ابن قيس عن عمر ابن ثابت ابن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري، قالوا: اختلف في سنده على عمر ابن ثابت، وذلك لأن النسائي ذكره موقوفا على أبي أيوب، وأخرجه أيضا عن عمر ابن ثابت عن محمد بن المنكدر عن أبي أيوب. قالوا: وهذا يدل على أن طريق سعد بن سعيد الذي تحدثنا عنه فيما مضى، قالوا إنها غير متصلة، حيث لم يذكر، يعني سعد بن سعيد لم يذكر محمد بن المنكدر بين عمر بن ثابت وأبي أيوب، مع أن إسماعيل بن عياش في إسناده ذكر محمد بن المنكدر عن أبي أيوب، فدل على أن رواية محمد بن المنكدر له عن أبي أيوب أصلا، وبالتالي يوجب ضعف حديث سعد بن سعيد لأنه لم يذكر محمد بن المنكدر. والجواب عن هذا أن رواية الرفع لا تخالف رواية الوقف، فإنه يقال إن مع الرفع زيادة كما هو مقرر في الأصول وفي المصطلح، ولا تعارض. وإن سلمنا بأن هناك تعارض فالترجيح يحصل بكثرة الرواة والحفظ، فإن صفوان بن سليم ويحيى بن سعيد وهما إمامان جليلان وسعد بن سعيد وهو ثقة محتج به في الصحيح اتفقوا على رفعه، وهم أكثر وأحفظ، بل إن رواية من أوقفه لم يتفقوا على وقفه، بل قد رواه أحمد بن يوسف شيخ مسلم مرفوعا، فيكون موافقا لرواية الجماعة من أنه مرفوع. ثم إن رواية إسماعيل بن عياش ضعيفة في الحجازيين، فتكون الزيادة زيادة محمد بن المنكدر غلط،